مساكم الله بالخير. اليوم عندنا ضيفة صغيرة لكن مجتهدة تدرس القانون في لندن. قلنا نجيب لكم اليوم ضيفة حلوة تشرح قلوبكم حق الطبخات الحلوة ونسوي لكم طبخات حلوة وخفيفة ونعلم ضيفتنا. هي طالبة أغلب الوقت دائما بالجامعة وما عندهم وقت الطلبة مثل ما أنتم عارفين يسوون أكلات صعبة بس يشتهون أكلنا. كل واحد اللي يوله على الريش اللي يوله على الهريس اللي يوله على المرقوقة اللي يسوي له شربة عدس على الأقل. رمضان جاينا وإحنا في يعني في شهر الفضيل فإحنا اليوم بنحاول نعلم ضيفتنا وهي هذه منها تقول هذه النقصة ما تقولت يبا نقصة هذه النقصة مني حق اخواني وخواتي اللي يدرسون برا عشان يتعلمون مثل ما انا بتعلم لان انا سمعت من الحين هي فيجيتيريان معنى لو قال لي عشان حضرت كله بس هم في عدس يعني في عدس يصير ولا بنسوي لكم هريس بنسوي ريش بنسوي مرقوق وكله بسيط وابسط ما تتصورون. نرحب في ضيفتنا اول شيء روان بن حسين عدل بس قولي لي انت شنو دراستك؟ أدرس القانون حالياً في لندن أول سنة الحين رادة عشان عطلة الإيستر وما عندي وقت أطبخ ولا عارف أطبخ بس وايد حابة أني أتعلم أشياء سريعة حق الجامعة مشكلة في عيالنا يقولوا يبا ماكو وقت. انتوا تقولون لنا احنا نشتهي لقمة هريسة نشتهي اي شيء من أكلنا كل الأكل يبقى 3-4 ساعات طبخ. احنا حاولنا نختصر هالأشياء ونحاول نسويها لكم بأسرع وقت وإنها ما تأخذ وقت طويل وبنفس الوقت بأبسط الأشياء اللي يعني مثل قلنا مثلا بسوون هريس يقولي يبا هريس وين بلقى لحم ذي يا حل الهريس ناطع وبضرب فقل الهريس متوفر ستيكات عندكم الستيكات في كل مكان متوفرة أنتم في لندن طبعا. أنا كنت لما كنت في لندن هناك بالسيفوي في سيلفريج في شو اسمه تسكو أي مكان فتلاقي أنا عشان كذي اخترت كذا نوع من الستيكات فكله يصلح حق الهريسة والهريسة يعني هي أساسا كطبخة ما فيها بهار هي مجرد اللحم ينسلق احنا عشان نطيب اللحم ونشيل عنه شوية الزفرة اللي فيه نحط فيه راس بصلة وعود قرفة وهذا متوفر في كل مكان فهذا الراس بصلة ونقطهم على طول وهذه القرفة وناخذ ستيك انا جبت مجموعة فبحط عشان اقول لكم الهريسة ما تعيي كل شيء تحط فيها اوكي فبنحط من السيريليون على قولتهم ومن هذا التندر ميت الثاني عادي هي ساعدك اي تعالي ها بس نخليه نشيل الزنخة عنه وبعدين نرد نخليه يستوي طبعا انا طابخه لانه ياخذ وقت طويل بالطبخ نخليه عشان اللحم يستوي وبغير اللحم بعدين راح نستخدم الشوفان اللي هو متوفر في كل مكان هو مثل هو نفسه اللي نفسه نعم بس هذا يستوي اسرع هذا ياخذ 5 مينت على الجوله عقب ما تستوي اللحم تحطينه بس 5 مينت وتحركينه والهريسه ايش تبي لها؟ شويه دارسين فوقها ونوع الزبده او نوع الدهن اللي انت تحب تدهن وياها وشويه ملح وقضى الله اللازم فتستوي الحين نسوي الهريسه قدامكم. شيء ثاني عندنا نسوي هي بنيتي شنو؟ اليوم نباتيه نباتيه فدام نباتيه نشغل على طول عندنا زيت نباتي شويه نحطه بالجدر طبعا الزيت اي نوع زيت تحبونه ما في شيء معين اوليف اويل عادي واوليف اويل يصير كل شيء يصير يعني حتى مع الهريس بعضهم الحين يقول لك انه اصح انا بحط اوليف اويل صحيح التيست ما لا يختلف لكن يعني اصحي اكثر من في ناس يقولون الاوليف اويل اذا كان يعني الطبخه تكون وايد حاره يخترب يطلع طعم خايف لا شوي الطعم يختلف فنحن لا احنا ندهن فيه بس وحتى اللي بنطبخ فيه نطبخ فيه عادي ما في عندنا يعني الحين بعطيني ايدينك الحلوه اعطيني قفشه جارليك هذا مبشور؟ اي مبشور وانا راح احط هني بصل عشان اوريكم شلون سهل العدس يستوي على طول ايوه حطيه ايوه خلي امي تشوف ان انا سنعه ما انا سنعه وقفشه جنجر هم جنجر مبشور اي جنجر كافي ولا اوكي حلو مع العدس وطعمه ايوه هذا البيست اللي بنسويه بصل شويه بس انه يتغير مو يتغير لنا شويه يعني ياخذ لون الحين عندنا البهارات هذه البهارات اللي نستخدمها
كل واحد يطلع من البيت من الكويت او من اي منطقه بالخليج امه تقول له خذ وياك قرشه بهارات. امبي انا بامريكا شي سوت فيني؟ خذي وياك يمكن تحتاجون تشتهون طعم ديرتكم طعم. فحط فانا الحين انا هذا المفردين، هذا الكمون وشويه فلفل اسود وكركم وكاري شويه ملح، وهم مجموعهم يصير بهارنا مال الكويت اللي الوالده او الام تعطي عيالها اللي هو مجموعه في هذا. اللي فيها الفلفل الاسود والكمون والكوريندل سيد اللي هو الكزبره الصغار، فهذا هو وشويه ملح على طول بنحطه وياه. الحين شوفين شلون تغير الريحه والصبيحه من ريحه بصل بروحها الى ريحه الحمسه. هذه اسهل شوربه عدس تقدرون تسوونها. ايش عندنا بعد؟ الحين حطينا هذا كله، عندنا الخضروات اللي تفضلونها، كوسه وجزر حلو وبطاطس على طول حطيناهم مع بعض. بس احس البطاطس صعب انه يستوي بسرعه نفس الكوسه معاهم، تخلينهم تقريبا حوالي ربع ساعه او شيء ترى تلاقين. وبعدين هذا لما يستوي كله مع بعض نبي احنا كرنشي، نبيها شويه فيها تكتشر. اي انه ما يصير طري هريسه. مو شيء كلش. فنيب عندنا السماشر وبريك ات اول توجذر فيصير فيها تكتشر. انا اتكلم انجليزي عشان بنيتها عايشه على طول هناك، فما ابي احاجيها على لوكال كويتي مالنا. اخذ المهراسه وهرسي ما راح افهمك بعدين. فلازم نعطيها شويه لان هي عايشه طول حياتها برا. هذا البطاط وحاطين ماي فوق البطاط عشان ما يسوي دائما اذا قصتي اي لان فيها الستارج فتخلي فوقه ماي. انا احسب فيه بكتيريا. لا 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 ابدا. ها حطينا البطاط كيف على طول فوقه. هذه يعني انت ما راح تخلي الشوربه فيها القطع الخضار، بتهرسها كلها مع بعض؟ لا، وانت تهرسينها تحكمين، تبينها قطع تخلينها نص هرسه، تبينها مهروسه تزيدين عليها، تبينها بس حتصير ثقيله اذا هرسه كلها راح تصير ثقيله. لا بنضيف ماي لان الحين بنضيف العدس بعد وياها. فشنو بنضيف الحين؟ على طول العدس، عدس مغسول على طول نزلناه فوقه. وانا ام يوزينج ماي هاند بس اوكي يعني. بس العدس مو لونه اصفر؟ لا العدس اصفر مقشور، هذاك العدس اللي يسمونه بجبه اللي مغلف يصير لونه اخضر. واللي لونه اسود ماش. ماش هو مو عدس؟ لا. الحين روحوا جيبوا لنا ماش بروح عشان اوريها الماش شنو والعدس شنو. يعني شفتوا شلون؟ شفتوا انا اقول لكم اللي ما تدري عن المطبخ. والله خواتي الصغار كلهم يعرفون يطبخون وستيكات ومشي بس انت بنت... لا شوف انا ما ادري. ما يخالف. لا انا مو ضد البنيه، بس لما تكون انت مبدعه في شيء ثاني تدرسين لي شيء خلي الطبخ هذا ناتشرال الواحد يتعلم على طول. لكن انت قاعد تدرسين لي قانون فيعني هذا شيء بجهد. صح. انا ادرس قانون ولا ادرس حمسه؟ قانون طبعا. فانا لا انا احييكم يا بنياتنا وعيالنا اللي يدرسون دراستهم. ها الحين استوى هذا كله عندنا، نبي نضيف له شيء. انت مدام قلتي فيجيتيريان فما راح احط تشيكن ستاك، ما راح احط بي ستاك، بحط بي العاده ماي خالي بويلينج ووتر. الماي حار؟ ايوه بويلينج ووتر، مو وايد عشان بعدين اقدر ازيد الكميه. انزين انا في شيء دائما اتوهق فيه لما اسوي بالبيت باستات او ريزوتو او شيء. نعم. ما اعرف ايش كثر احط ملح. الملح هذا ماتر اوف تيست، انا مثل حطيتني حق المقدار هذا ربع قفشه ملح، وبعدين اذا يبي بزيده بس ما اكثر ملح من اول شيء، دائما حطي ذره ملح خفيفه، وبعدين حاولي تحطين ملح كثر ما انت تشوفين التيست، او خلي الملح يمش، انت مدام قاعده عند الانجليز لازم الملح والفلفل يمهم، ما يحطون ملح في اكلهم. ايه انا ما احب، انا احب اطبخها يعني مع الملح، مع الملح شيء وما يحطون لازم هذا اي مع التجربه. انت التيست مالك شنو؟ اكو ناس يحبون شويه سولت يصير اكثر في ملح، اكو ناس شويه اقل ملح، فمع التجربه مره مرتين راح تضبطك. بس من اول مره تحطي ملح وايد حطي شويه. الحين برد لكم بعد شوي عشان نسوي لكم الطبق الثاني. احنا ركبنا جدر الهريس وركبنا جدر الشوربه، باقي عندنا المرقوق وباقي عندنا الطبق الثاني اللي هو بنسويه اللي هو الجريش. جريش وكله من الشوفان الاحمر. الاحمر فعندنا الابيض والاحمر اليوم والاصفر واللي كل الالوان فيه. يلا رادي لكم بعد شوي. اكشن يا حبيبي. الحين قالوا لنا اكشن فلازم نشتغل. بنسوي هني المرقوقه. انا قاعد اشوف مديان مقلي. هذا بنحطه فوق المرقوق.
والمرقوقة بعد الحين تقدرين تحطين فيها تشيكن على قولتهم الدياي، وتقدرين تسوينها من غير دياي. ايوه بس وشنو يحطوا اللحم بعد ولا ما يحطوا اللحم بروحه ولا بدي احنا اليوم نسوي هذه عشان تصير اسهل واسرع. خلاص ايه. وهني بنسوي شنو؟ نسوي الجريش. والدياي جاهز اخذه من اي مكان؟ من اي مكان، صدور الدياي من اي مكان تقدرين تاخذينهم. فايش بنسوي الحين؟ هذه خلينا نبتدي اول شيء بالمرقوقة. نحط اول شيء البصل يتحمر، شويه الزنجبيل. شوفي البيس نفس الشيء وكله. ايه كلهم حطيت ثوم وزنجبيل. وهذا نفس الشيء هني، شويه ثوم، زنجبيل وشويه ثوم. اعطيني الثوم. ايوه. بس انا اسوي شيء مرات بالبيت انه مثلا اقصص البصل او الثوم او الزنجبيل واحطه بالفريزر. ما يضر عادي؟ لا ما يضر عادي، هم نفس الشيء البيس هني هم بصل. بس الاختلاف هني شنو بابا؟ هي. شوفي. هني الاختلاف هذا البهار مال المرقوقة. ايه كمون. هذا كله كمون؟ لا هذا كمون، وهذا البهار المخلوط وفلفل ايه. اسود وشوية لومي اسود اللي ايه. هو هذا. انا اوريك هذا الدائرة. ايوه هذا ايه. هذا هو اللومي الاسود مطحون بحطينه ايه. فهذه الحين حق بهار الجريش ايه. فهذه بنسوي فيها الجريش ايه. على طول حطينا البهار فيه. وهني بهار المرقوقة. كمون أقل. كمون أقل، فلفل أسود، شوية كاري، شوية كركم، ليمون أسود، فلفل أسود، وشوية هيل. هذا هني تحمل هيل، اللي ليش ما يحب الهيل. ليش مو الهيل حب؟ لا الحب إذا كنت تسوي الرز عشان تشيلينه وتخلينه هني مطحون، ما أنت تشربينها مثل تصير ليكويدي، فمو حلو يطلع لك حبة الهيل بالحل، تغير الطعم. الحين الدياي هذا عندنا كيلو يا جماعة، كيلو صدور دياي حق كم شخص تقريبا؟ كيلو هذا يكفي له 4 أشخاص بالراحة. 4 أشخاص؟ اي 4 أشخاص بالراحة، يعني لأن كل واحد إذا هذا أكيله يعني أي. وإذا أكلهم لا كذي لا حتى 6 يشيل، لأن إحنا نحسب الدياي يا أم كيلو فيها أرب... لما تقسم 4 أجزاء تصير على 4. فهذا صدور الدياي لا في يلد ولا في عظم، حق الريش، وهذا حق المرقوقة. ونقدر طبعا نستخدم اللحم. بس الريش ما يصير لحم. بلى الريش هو اساسا يباع اللحم، هل الكويت اللي ابتكروا للدياي؟ اي ولا هو اساسا يسوونه على اللحم ما يسوونه على دياي؟ الدياي ترى يا جماعه ترى الدياي كان يعني قبل شيء نادر، مو ما حد اللي عنده دياي يخليهم ياخذ البيض ماله ما يذبحه ياكله. كان اللحم اهون، وكان السمك هو اللي متوفر عند الناس كلها. الحين صار السمك السيفو صار هو اغلى شيء. اي صار هو اغلى شيء صح. شلون؟ ها عندنا الحين البيس استوى مني ومني. هذا البيس مال المرقوقه اذا بنضيف له شويه عدس، ليش؟ يخثرها، يخثر المرقوقه. وفوق وزياده على هذا بناخذ قفشه واحده طحين ونحطها بالماي، شلون لما نسوي السوب ثك ونحطها عشان يعطي طعم المرقوقه اللي احنا نبيه. طعم المرقوقه القديم اللي متعودين ناكله، اللي احنا كنا نسويها من الهول ويت اللي هو الحنطه والرقه ونحطها. الحين لا نستخدم مرقوقتنا، شوفوا ورق اللازانيا هذا متوفر في كل مكان. لا انا امي تاخذ الخبز الكبير. او الخبز المرقوق الكبير. اي بس هذا وانت لما تكوني مسافره برا صعب يتوفر. إيه؟ بس هذا متوفر في كل اي سوبر ماركت، تقول له ايوه لازانيا موجود. كل اللي بتسوي احنا بيجي تسوي لي شيء أبعطيك هذه كسري لي الورق. سهلت علي طريقة؟ نعم. كذي زين حجمه؟ إي إي أوكي. أنا بس أقصر الجولة. هل أحس إني سويت شيء على الأقل؟ مسوية ليش؟ أنتِ عنوتك لنا يا يبا أحسن شيء. طبعًا أنتم عارفين إن صدور الدياي ما ياخذ وقت وايد بالطباخ، عشان كذي اخترنا الدياي. كل اللي بنسويه نحركه بس تطلع ريحته نسوي. شو اللي صار عندنا هني؟ هني يا جماعة اللحم استوى. شلون تعرف ان اللحم استوى؟ شوف اللحم شلون عارف ان اللحم استوى؟ ونار هاديه ولا نار واطيه؟ نار هاديه، لان اللحمه خذيناها طبعا احنا. شوف شلون ترفع. خلاص شو نسوي الحين؟ نشيل عنها البصله ونشيل عنها عود الدارسي. كذي الهريسه تقريبا مستويه. ايش بنسوي؟ بس نزيد لها الشوفان. الشوفان كهوه عندنا. هذا كوكر. لك ايوه نفس الكوكر نفسه. نفسه اي نفسه اي.
وتالي الملح نضيفه على حسب ما نبي، لان هذا ما ياخذ الا الحين 5 دقائق ويكون مستوي. اللي حبيته شلون بدلت الاشياء الصعبه نلقاها هناك. ايوه اشياء حدها سهله وموجوده في كل مكان. موجوده في كل مكان الحين. هم نفس الشيء هذا بالسماشر، لما يصير نكسر اللحم فيه ويصير عندنا الهريسه تقريبا جاهزه. والشوفان على قولتهم مرن، اذا خفيف زيده شويه ما يضر، واذا ثقل زيده ماي، يعني ما يأذي، ما يأذي الطباخ ماله. ايه هاي وبنضيف. هلا هلا. ايوه حبيبتي انت حلوه. مثل الطبختين يعني متوازن، وهذه اللي ما يبي يسوي اللازانيا يقدر يسويها تشريبه، هم يقصص الخبز ويشرب فيها تشريب ويحط لي دم فوقها. لحظه، انا الحين تلخبطت. شو الفرق بين تشريبه؟ هو نفس الشيء؟ لا، هذه تشريبه عباره عن خبز، خبز الخباز او خبز برقاق، ونسوي المرقه وتالي نسوي التشريب منها. عقب نقول نكسر الخبز ونصب عليه المرقه، ما نطبخها، نصب عليها المرقه ونسوي تشريبه ونحط فوقها الكوسه والبطاطا والاشياء هذه. اي انا راح بالي هناك. اما المرقوقه مطبوخه كلها مع بعض عدل، وفوقها بيديان وفوقها كزبره وثوم وفوق الاشياء هذه كلها. شيء ثاني حق المرقوقه اللي هو اللومي الاسود، نكسر عشان يضل وياها ونحمسها. هذا الحمسه مالت المرقوقه استوت. ايش بضيف لها الحين؟ بضيف كل الخضروات وبعدين بحط الماي، فبكت الماي عنها. والمرقوقه بنت حلال، اي شيء تبي تحطه حطه، كوسه، بطاط، بيديان، جزر، بيديان، كل انواع الخضروات. وتقدر تسوي حتى المرقوقه من غير شيء، يعني مع هذا اللازانيا نقدر نسويها بس من غير لحم ومن غير دياي، بس على الخضروات. انا خلصت هذا مثال. وشويه طيحت مني ومنك. انا ما يخالف، ما يضر، كله واحد يعني عشان الفيرست تايم لازم. عاد ترى وايد استفدت والله، راح اطبق وانا بلندن. هذا هو الحين عشان لما تقول لهم والله يقول لي النقصه وصلت، وانا بسوي لكم هناك اللي يشوفون شربيعك والشباب والبنيات اللي وياكم. ها هذه حمسه مرقوقه خالصه. الحين شو نسوي؟ على طول نمرق عليها بالماء الحار. يعني اليوم النقصه حق كل الطلبه المغتربين. كل الطلبه المغتربين اسهل شيء يسوونه. الله يسهل علينا ووفقنا يا رب. رب العالمين امين. نرفع راس ديرتنا واهلنا يا رب. انتم الحين والله هذه بيتكم الحين هني، وتلبيه حقها الطلب رافعين راسنا، بيض الله ويكم. وهذه حمسه الريش هم استوت، بس الحين نصب شويه ماي عليها عشان يكمل سوا الدياي، وننزل فوق الشوفان مثل ما كمل سوا اللحم نزلنا فوق الشوفان. متى احط اللازانيا؟ بس خليه يطبخ شويه، لان اللازانيا ما تاخذ وقت بالطبخ. اي حركي بس ديري بالك تشمش النار. ايوه اي حركي حركي من تحت ما يخالف. وينك يا ام روان؟ شوفيها ماما. المطبخ بابا. ريحه أيوة. ناطعه ما شاء الله. ايوه الحين بس ننطره يطبخ شويه. حركتي من تحت، شوف التحريك لازم من تحت عشان تطلع كل السبايسز والطعم اللي احنا حاطينه نبيه داخل. بنضيف لها بس تطبخ، بنضيف لها العدس عشان يخترها، وورق اللازانيا. هذه هي حق الشوربه اللي قلنا بنسوي، بنهرسها شويه. خلنا شكل. ابي هوت ووتر من عندكم كماري، ما يحار. شوفي تبي تسوينها كرنشي تخلين شويه من هذا، تبي تهرسينها مره واحده تنهرس كلها مره واحده. ايش رايك؟ وايد حلو. فيري ايزي. ها ما انا بلندن اشتري الاشياء اللي تصير بودر وتحط عليه مثلا ماي يصير باستا، يصير عيش، شوربه. ما يخالف بس انه بس بطني صار يعورني. اي صح، من الاشياء من هالمواد الحافظه هذه كلها. مواد طبيعيه ما فيها شيء. شوفي ها بينت الحين صارت شوربة عدس، نقدر نخفف. والوجبات السريعة اللي بس تفخنا وبعدين رجيم ورجيم ونادي ونادي. لا الحين خلاص لا رجيمة بعد اليوم، لأن شوف يسوي الوجبة حلوة وأكلي. لا تاكلين وايد، أنا كل أقول لهم يا جماعة سووا الشيء حلو على أصوله. إيه؟ إيه؟ أكلوا كمية، أكلوا كمية قليلة صح. عدل بس صح. لا تاكلون شيء مثلا يقول لي أنا آكل ملة سلطة هالكبر. طيب وبعدين صرنا بقر بس نلقف الخضره صح يعني، وما ارضيت خاطري يصير نفسي بالاشياء اللي أحبها. ايوه نعم، لكن الحين اكل من كل شيء شويه وكل شيء يصير له طعم. ها تبينها كرنشي شوي؟ كانها حاربه. زين الا نفخيها. ايوه
ناطعه صحه وعافيه. هذه الشوربه خلصت. اذا بغينا نخففها نزيدها شويه ماء، واذا بغيناها ثقيله نخليها ثقيله. ننطر بس الدياي يستوي شويه، وهني ننطر يغلي شوي. هذه خالصه بعد، بس خلي يغلي عندنا الدياي شوي الولي عشان ننزل شنو؟ ننزل العدس وننزل اللزانيه. منو اول؟ هذه يستوي بسرعه العدس؟ اي يستوي بسرعه مع اللزانيه. بس مو كنا لازم ننقى العدس قبل؟ انا غسلته. بس غسله ما انا قاعد. هذا ايزي كوك بسرعه يستوي ما ياخذ وقت، مثل الشوفان يعني. على هذاك الماش اللي لازم الماش تنقع. ايوه يا جماعه الماش اللي بيسوي مموش لازم ينقع الماش بروحه بماي حار على الاقل قبل نص ساعه، وبعدين يضيفه مع العيش ويطبخ. او يسوي حل لانه بروحه ما يستوي. أيه. يظل انا اتعيز من هالسوالف، النقع قبلها وطلع قبلها. اطبخ عاد انت. زيد النار عليه شويه. اي حتى انا ودي احطها بالنار الوسطى، بس انا ماخذين التيك مني هالصوب. اذا هذا خاف مني والله. شوف ماستر شيف. ناخذ فاصل ونرد لكم مره ثانيه. هذه الحين شوفوا سكنها مرقه صارت خاثره، على طول نضيف لها العدس بيستوي وياها، ونضيف لها ورق اللزانيا اللي هو عشان تصير المرقوقه عندنا هذه، ونحركها شويه ونخليهم يتسكرون عشان نحضر معينا حق النشاب. عندنا شيء البيديان اخر شيء بنحطه، بيديان والكزبره اخر شيء، بس خليها هني تطبخ. وهذه هني عندنا اليريش، طبعا نستخدم نفس الشيء الشوفان، نضع الدياي ما ياخذ وقت الشوفان. حطوا مقدار، تبونها يامده حطوا وايد، تبونها شويه على قولتهم ثلجه خفيفه. ها بسرعه، شوف بسرعه، دقيقه واحده، الشوفان ما ياخذ خمس دقائق وسلامه عمر. بس بنغطيه ونضربه عقب وننشبه عدل. يبا وبنيتها راح تتعدل عشان نشوف النشاب وياها، ونشوف نقصتنا اللي بتوصل حق طلبتنا ان شاء الله، واللي هي بتسويها لهم. شوفكم بعد شوي. هذه شوفي المرقوقه استوت، انا شو اللي ضفته بس انت ما انت موجوده مساء، حطيت شوي قفشه طحين. ايه؟ وحطيت وياها ماي عشان يخثرها تصير التكتشر مالها. ايش بنضيف لها الحين؟ نرد عليها البيديان هذا ونحطه كذي مقلب عشان ياخذ الطعم. وبس بنخليه على ما ننشب الباقي، نرد ننشبه نحطه وياها. تمام. اها. يعطيك الف عافيه. عافيه. شوف خليها كذي ننزله شويه عشان ياخذ الطعم، بعدين عشان نحطه فوق الوجه مره ثانيه راح نشيله. كذي خالصين احنا. الحين ايش نبي ننشب؟ يريشنا. احنا عاده يريش نحط فيه شويه ليمون عشان يعطيه شويه حمض، وحق المرقوقه بعد شويه ليمون. بس كذي كل شيء زاهر. ونبي مغرفه نظيفه حق الشوربه، وبنحط كزبره على الوجه. ايوه انت عاد هذا شغلك. يلا الحين عاد ابوك زي ما يحط قفشه قفشه كذي ينشبها مره واحده. بسم يلا. الله. ايوه هذا العدس اليريش تقدرون تاكلونه كذي مع خبز، او تزيدونه ما يصير شوربه حسب ما تحبون، او مع الرز الابيض بعد نفس الشيء. يلا انت عندك التزيين. اعطيني انا هذه. انشب الهريس هم نفس الشيء. هذا الجذور لانها نون ستيك تنزل كلها على طول، ولان لحمتنا راهيه. اللحم تشوفون هريستنا اليوم سمرة، لان اللحم مال العجل هذا ولا مخلوط؟ مخلوط؟ إيه؟ مخلوط؟ ها خلطته. ايش قلت لك انه فاتح؟ عجل عشان فاتح لانه فيه شكر. بنتي اذكى مني. هذه الهريسه زين، بتحطين انت ولا انا احط؟ لا انت حط عشان ما احط زياده. انا بديني كذي. اللي يبي تالي يحط زود عدل. وهذه هريستنا، وعليكم بالعافيه يلي تشوفونا، وان شاء الله بنتي روان بتسوي لكم العصيده، اقول الهريسه مثل ما تعلمتها سهله. عطني والحين هذا خلاص على طول، ما في داعي نقعد ننطر ونغرف فيها في شقه في شيء، متى نخلص؟ ساتش.
طبعا اكو بعض البيوت يسوي لها حشو حق الريشه اللي هو عباره الحشو اللي هو بصل بصل مقطع اسود ايوه نحطه فوقها. بس اليوم حنا هذول طلبه فيعني الحشو عندهم ثانوي عدل بالضبط. لكن احنا يلا يحصل لنا هالاشياء بس الحين صارت وايد اسهل الحمد لله. صحه وعافيه. لما اجي لندن لازم بزورك ولازم تطبخين واشوف طبخك. لا ما يصير تقارن طبخك بطباخي. لا بالعكس من هالديات الحلوه لازم يطلع الشيء عدل. ثانك يو. وهذه الريشه ذاهبه. الحين ايش عندنا؟ وقع عندنا المرقوق، المرقوق ايوه تمام عفي علي. والله يا بنتي شاطره سنعه. يماه قاعد تسمعين؟ سنعه سنعه والله. نشيل البيديان عشان نصفهم من فوق. لانه بس خذ الطعم هو مقلي اساسا بس خذ الطعم. ونحركها بسم الله. وهذه المرقوقه. عاد ابوك لازم ينجب لازم ينجب زياده عيزه ويقولوا لي يا يبا بس حط عشان لا يطبخ الصحن وانا ما اعرف الا هيل مبليتين. عدل بسم الله. عشان كذي اقول لكم اللي بيسويها من غير لحم او من غير دياي هم وجبه كامله حق اللي يبي فيجيتيريان مثل بنتي. هذه وجبه كامله متكامله. طبعا تقدرون تضيفون لها بعض السمن اللي يبي السمن. هذه اكلتنا وعليكم بالف عافيه. والختمه عند روان. ايش عندك؟ مشكور وايد على الاستضافه وهذا شرف لي اني طلعت معاك بالبرنامج. انا اللي تشرفت بيك ونقصتك وصلت ما قصرتي. نشوفكم ان شاء الله حلقات جايه وطبخات جايه ونقصه جديده.